أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من قلب ملعب بلدية نادي الكونيتري. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي، أجواء حماسية لجمهور نادي الكونيتري، مشجعين نادي الكونيتري، أجواء رائعة، الجمهور كامل حاضر كيف ما كنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي، دائما معكم عبر المباشر من قلب بلديه كونيتيرا. كيف ما كتلاحظوا معنا اجواء رائعه واجواء حماسيه في هذه اللحظات عبر المباشر معكم من قناتكم قناه شوف تيفي سبور. شاهدوا معنا
جن متابعين افاضل متابعين قناه شوف تي في كيف ما كتلاحظوا معنا اجواء حماسيه ورائعه. سابق المدرج كاملة مليانة من الآخر. مباراة دابا سلسلة لا مباراة من باقي تقريبا 25 دقيقة اللي بقى كان غير من هدف لكن
ديال رجال الامن تبارك الله عليهم، اللي هما دائما سهرين على هذا كما كتشاهدوا. تحيه لهم كل رجال الامن، تحيه لهم لان دائما حاضرين واجدين كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، دائما معكم عبر المباشر. اذا دائما كيفما كنكون سابق حنا الان من قلب ملعب بلديه كونيتري. الان المباراه بين نادي كونيتري هو اتحاد القاسمي في هذه اللحظات كيفما كتلاحظوا. كيفما كتشاهدوا اجواء حماسيه. إذن متابعين دائما معكم عبر المباشر. إذن كيفما كتلاحظوا أجواء حماسية في هذا الملعب الجميل، ملعب بلدية كويتيرا. إذن مرة أخرى تحية لرجال الأمن تبارك الله عليهم كيفما كتشاهدوا، اللي هما ساهرين تبارك الله، واحد التنظيم رائع في هذا الملعب وهذه اللحظات كيفما كتشاهدوا. وكيف ما قلت لكم في السابق كبير صغير حاضر باش المشاهدة في هذه المباراة. السيد حكيم دومو كيف ما كتلاحظوا معنا، يعني اتحاد الرياضي الكويتري للمعاقين وايضا سنادة النادي الرياضي الكويتري. لان كيفما كتلاحظوا معنا اجواء اكثر من حماسيه ورائعه في هذا الملعب الجميل. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا كل على الأعصاب ديالو كيف انه يفوز طبعا. كما كتلاحظوا إذن دائما معكم من قلب الملعب. إذن كيفما كتشاهدوا معنا أجواء. السلام عليكم. لأن أجواء أكثر من رائعة قد لاحظت.
إذن دائما معكم عبر المباشر المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوفي قناة الشعب في هذه المباراة. الأجواء الرائعة الأعصاب ديالو جمهور حلالة في الأعصاب ديالو كيف ما كتلاحظوا معنا. الآن داخل الملعب الكويتي رجال الامن تبارك الله عليهم راكم كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين افاضل. الان فهاد اللحظه كنشوف انه شغلوا كيف ما كتلاحظوا لأن توصلنا بمنوع أن تبارك الله الآن الملعب كامل مملوء إلى الآخر. Thank you.
عن المباراة تقريبا 3 دقائق، دفعت عن المباراة الشوط الأول. كنتمنى نشوف تعليقاتكم كذلك لايكات لكم متابعي الافاضل. جانا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب، حماس المدرجات ديال ملعب بلادي الكويتيرا. بقات 8 دقائق على الشوط الأول.
لان بقات 3 دقائق على الشوط الاول، المباراه مازال 0-0. اذن تحيه لجميع الزملاء المنابر الاعلاميه. هذا الحدث اذا كيف ما كتلاحظوا معنا بالنسبه للافاضل اجواء حماسيه. بعد المناطق يقول الان الصوره لان كما كتلاحظوا معنا معنا الصف الاماميه دائما من ذوي الاحتياج الخاص. تحيه للنادي صراحه اللي كيعتني بهم كيف ما كنلاحظوا. كنلاحظوا ان كل محمس وكينتظر. كينتظر الهدف باش يحصلوا على 3 بوان ان شاء الله، لما لا ان شاء الله. كان لكم واحد هدف إذن مازال المباراة 0-0 كيف ما كتلاحظوا معنا.
إذن انتهت المباراة الشوط الأول، النادي القومي التالي هو اتحاد سيدي قاسم بصفر صفر. إذن متابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله في الشوط الثاني إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. كنتمنى جميع المتابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي أنكم تبارتاجيو فضلا ويسر أمرا، وإلى اللقاء، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله في الشوط الثاني.